الآيات تزدان الحكايا وبالترتيل تختلف المزايا تفكر فيك كتاب تجد وصايا لها وهج تزال به الخفايا قصة آية كل ما تذكرت هذا الموقف يزداد في قلبي اليقين بالله والثقة برب العالمين. تعلمنا هذا الأمر من موقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، فأووا إلى غار ثور، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى ذلك الغار. خرجت قريش تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقفوا فوق ذلك الغار، فنظر أبو بكر رضي الله عنه أرضاه إلى الأعلى، وإذ بكفار قريش قد وقفوا فوق ذلك الغار، فهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم بهمسات وكلمات، فقال له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطن قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأنزل الله قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قصة آية قصة آية. ماذا سيحصل لو تمكن كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك الغار؟ لو تمكنوا من رسول الله وقتلوا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا كان سيحصل للإسلام؟ كان الإسلام سينتهي وسيموت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل في علاه تكفل بحفظ هذا الدين، وتكفل الله عز وجل بحفظ هذا الإسلام إلى قيام الساعة. لذلك أقول لإخواننا الذين حاصروهم أهل الكفر من يهود ونصارى وشيوعيين وروافض يريدون أن يقضوا على الإسلام والمسلمين: لا تحزن، إن الله معنا. أقول لكم: فسيكفيكهم الله، الله عز وجل سيتم هذا الدين وسينصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين، شاء من شاء وأبى من أبى. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. سينتصر الإسلام، ولكن المطلوب أن نصبر وأن نصابر وأن نرابط وأن نتقي الله جل في علاه وأن نعود إلى ديننا وإلى إسلامنا وإلى قرآننا، والله سبحانه وتعالى تكفل بنصر هذا الدين. لكن متى؟ إن تنصر الله ينصركم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. به التطوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية بل المصباح في درب الهدايا. قصة آية قصة
آية.